الاسم والباسورد، الاسم والباسورد، يعني تتحط اليوزر نيم والباسورد، ده اللي انت اللي عايز تخش بيهم انت على الايه الامتحان بتاعك، تديهم لي وانا هظبطهم لك انا كيوزر وببعت لك ان انت خلاص ده اوكي عليه. لا اللي نسي بقى ده بيضطر يعمل كونفيرم، يبعت تاني على الموقع عشان يقول ان انا فورجيت الباسورد ديت، يا اما يبعت لي هو تاني يوزر نيم وباسورد وانا اظبطها له وابعت له يخش بايه. فانا بصراحه عايز اظبط النقطه ديت عشان ما نجيش يوم الامتحان نلاقي الموضوع مكعبل زي ما حصل في المره اللي فاتت. مش شرط، لا انتوا ابعتوا لي بس وانا هعملها لكم انا، وبعدين ببعت لكم اليوزر نيم والباسورد. الامتحان هيكون يوم 18/9 يا جماعة. اللي عايز الموقع بتاع الامتحان ماشي اهو، ده الموقع بتاع الامتحان برضو، اللي ايه اللي حابب هو يحط اليوزر نيم والباسورد بتاعته، بس المهم في الاخر ما ينساهاش ويعلمني بالباسورد بتاع اليوزر نيم بتاعته، عشان لو كده لو في مشكلة بنعرف نظبطها له. لا طبعا مش لازم تعرفي ازاي تكتبي كود سي اس اس، محدش في الدنيا بيحفظ كود السي اس اس ده اساسا، مين اللي قال حاجه زي كده؟ هي حاجه وحيده ما تخليكيش او يعني تخليك تضطري انك ما تكتبي كود السي اس اس لو انت اساسا ما عندوش هو البرنامج بتاع الدريم ويفر. بس كده ولا كده اساسا في عندنا حاجات بتاع زي السي اس اس جنريتور، يعني انت ممكن كمان ما تحتاجش للدريم ويفر عشان خاطر تكتب كود، ممكن بيعمل كود هو بيجنريت كود السي اس اس اللي انت بتختار له الستايل اللي انت عايزه، يعني في برامج للحاجات ديت، حاجة اسمها زي سي اس اس جنريتور. هو وارد زي ال HTML بس مش بالدرجة ديت، يعني مش بالدرجة ديت، ومحدش يقدر يحفظ، انت مجرد بتعرفي زي ما بيقول بدايات الموضوع، لكن ما تبقيش مش معقول هتبقى حافظة ال CSS كله، يعني السي اس اس فيه ستايلات كتيرة جدا وعلى تاجز كتيرة جدا، يعني استحالة. بتكلم فيه ده بتهزر اساسا. فيعني هي في كل الاحوال حتى لو هي يعني عايزة هي نفسها ممكن تكون مش حافظة الكلام ده. بس اهم حاجه ما تنسوش يا جماعه انكم تبعتوا لي اليوزر نيم واليوزر نيم والباسورد على الايميل بتاعي، علشان خاطر لو كده ببتدي اظبط لكم الاكونت بتاع الايه الكويز ان شاء الله. الامتحان زي ما احنا قلنا هيبقى يوم 18/9. هي اتعلمتها في ساعه واحده؟ بتهزر بتهزر طبعا، يعني محدش بيتعلم السي اس اس في ساعه واحده، يعني انا بقالي مع السي اس اس دي اكتر من 10 سنين ومع ذلك انا ما اتعلمتهاش لغايه دلوقتي. محدش بيوصل لها 1000000%، استحاله. لا ما تحبطيش ما تحبطيش من الكلام ده. زي ما قلنا احنا ممكن بنشتغل من السي اس اس جنريتور لو ما كانش فيه دريم ويفر، فمحال. في
في ناس ساعات بتحب انها زي ما يقولوا ايه يعني، مثلا انت جاي كموظف تشتغل عنده، وهو ممكن يكون مثلا مظبط الوظيفة دي على حد تاني، راح يبقى مطفشك. ده ممكن يكون كده يعني الطريقة بتاعتها. يعني يكون هم مظبطين المصلحة دي لحد تاني بس، لكن ما فيش حاجة اسمها CSS اذاكرها، ما بتحفظش CSS. ده ال HTML نفسه دلوقتي في ناس ما بتذاكروش. المهم ما حصلتش فكرة انت بس يا محمد، ده حصلت في ناس كتير وانا من ضمنكم برضو. ايه يعني كانت بتتسأل اسئلة فعلا تعجيزية. طيب احنا رجعنا خرجنا تاني عن الدريم ويفر. طيب لو في يا جماعة اي اسئلة في الدريم ويفر، اي اسئلة خلاص يا جماعة. ممكن تقول ايه؟ طريقة عمل اتش لينكس. اها ماشي اوكي، نقولها مع بعض. ماشي اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول دلوقتي تاني يا جماعة ازاي بنعمل طريقة ال H Links عن طريق اللي هي ال CSS. تمام. هنا ببتدي احط اللي هي ال Links بتاعتي Home و About Us و contact us. تمام. انا كده حطيت الايه اللينكس بتاعتي بتاعت الايه اللي هي ال h links بتاعتي. هاجي من هنا هقول له new css، هقول له new css وهنا باجي اشتغل على الايه اللي هو التاج بتاعتي، التاج بتاعت الايه ال i، هقول له اوكي. تمام. حاجة احط ان التكست بتاعي هيبقى لونه مثلا ابيض على خلفية لونها اسود. تمام. يبقى التكست بتاعي هيبقى لونه ابيض على خلفية لونها اسود، والديسبلاي بتاعي هيبقى ان لاين، بمعنى ان انا هحطهم جنب بعض. يبقى الديسبلاي بتاعي هيكون ايه ان لاين، يعني هيبقوا جنب بعض. وبعدين هاجي من بوكس هقول له ان الويت بتاعي مثلا 130 والهايت 30. تمام. يبقى الويت بتاعي 130 والهايت 30. وبعدين هقول له الفلوت بتاعي هيكون ليفت، الفلوت هيكون ليفت. حاجه اقول له ايه ابلاي واقول له اوكي. طبعا هلاحظ وانا بعمل ابلاي ان ايه اللينكات بتاعتي مش جايه في النص بالظبط. يبقى انا هاجي من بلوك وهاجي اختار التكست الاين بتاعي هيكون ايه سنتر. التكست الاين هيكون ايه سنتر. وبعدين انا عندي هنا الهايت بتاعي 30، يبقى هاجي من تايب هقول له اللاين هايت بتاعي برضه هيبقى 30 عشان تيجي في الايه في الميدل بالظبط بالنسبه لايه للصفحه بتاعتي. تمام. جيت كده عملت ايه اوكي. طيب ده كده انا عملت الايه الليست بتاعتي. طيب انا معلش هفصل بس اتاكد ان انتوا معايا ولا لا. يبقى احنا لغايه دلوقتي كل اللي عملناه ايه؟ بس عملنا الليست بتاعتنا. وبعد ما عملنا الليست قلنا له نيو سي اس اس رول على الليست ان انا عايز اخلي الايه الديسبلاي بتاعي هيبقى ان لاين عشان اخليهم جنب بعض، و
وحددت له الويتس والهايت، وحددت الباك جراوند بتاع اللي هو البوتوم بتاعي لونه ايه، والتكست بتاعي لونه ايه، وبعدين قلت له ان الديسبلاي بتاعي هيبقى ان لاين يعني جنب بعض، والفلوت هيبقى ايه ليفت. تمام. طيب نرجع نكمل تاني، بعدين هروح جاي هعمل الاتي، هقول له بقى insert hyperlink، يبقى هاجي هنا insert hyperlink لهوم، insert hyperlink ل about us، و insert hyperlink ل services، وبرضو insert hyperlink ل contact us. حلو الكلام. طيب هلاحظ ان هما ايه بقى تحتيهم خط، وبقى لونهم ايه ازرق. طب انا عايز اخليهم بنفس الحاله القديمه اللي هي بتاعت ال اي. ببساطه شديده هقف عند ال اي، هقول له رايت كليك واقول له دوبليكيت، من لي نفس الكلام ده بس بدل ايه ال اي هتبقى ال اي مسافه ايه، وهختار كومباوند. يبقى هقول له ال اي مسافه ايه، وهختار ايه كومباوند، وهقول له اوكي. هنا طبعا هغير بس ديت، انا عايز الايه التايب بتاعي ما يبقى نون، ما يبقاش تحتيها خط. حلو. طيب عايز بقى عند ال اي اي هوفر مثلا لما اجي اقف عليها مثلا يتغير اللون بتاعها. هنا بقى هروح جاي اقول له ايه بقى رايت كليك ودوبليكيت تاني، بس ال اي اي هتبقى ال اي اي هوفر. تمام. حاجه اختار ال اي اي هوفر، مثلا عايز اخلي التكست بتاعي يبقى لونه اسود، والخلفيه بتاعتي هتبقى لونها اورنج. بس مجرد ان انا هعرض على طول كده هلاحظ عندي ايه ده شكل الايه ال H links بتاعتي. تمام يا جماعة. ببساطة شديدة جدا انا مجرد انا عملت الحاجة مرة واحدة، وبعد كده بعمل منها دوبليكيت مرتين، مرة للايه ومرة للايه هوفر، وعند الايه هوفر بس هغير الالوان. طريقة سريعة جدا بسيطة جدا، يمكن ابسط حتى من لما شرحناها اول مرة، لان اول مرة احنا كنا ايه ماشيينها بايه خطوة خطوة كده، لكن دلوقتي انا ايه بقولها لكم وانتوا عارفين ايه اللي انا بقوله. فكده ايه تشوف اتقلت في ثواني، وانتوا في ثواني هتحلوها كده. وطبعا لو احنا حبينا نضيف دلوقتي لازم لما اسمي اسم ستايل يكون بنفس الطريقه المسافات والنقط. اه لازم يكون المسافات والنقطتين. اه لان انا عندي في ايه هوفر لازم ايه هوفر، لان الايه عندي كذا حاله ليها، في عندي ايه هوفر، في عندي ايه اكتف، في عندي ايه فيزيتد. تمام. فدي لازم احط لها نقطتين في بعض. المسافه لازم احط مسافه، لان انا هركب اتنين تاجز على بعض ال اي مع الاي. تمام. وفي ايه فوكس كمان بالظبط كده، بس يعني هما اكتر اتنين انا بستخدمهم اللي هو الهوفر والفيزيتد. الهوفر والفيزيتد. طبعا لو كنت عايز احطهم تحت بعض يبقى بدل ما اقول له الديسبلاي بتاعي هيبقى ان لاين هيبقى الديسبلاي ايه بلوك. بالظبط كده، بدل الديسبلاي هيبقى ان لاين هيبقى الديسبلاي بتاعي هيكون ايه بلوك. لما جينا نحفظ التصميم على الفوتوشوب ايه فايدة ان احنا عملنا سي اس اس اثناء عملية الحفظ؟ الفايدة في السي اس اس لما باجي اعمل حاجة فيها تيبل اس، وطبعا الاحتفاظ بيها اكيد طبعا له فايدة عشان بعد كده لما احب انا اخش واعدل عليها، او لو انا خلاص مش هبقى مستغني عن السي اس اس اللي معمول على الفوتوشوب ممكن اهده.